سلام صافا لاباس عليكم مزيانين ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو فيديو جديد انا غنوض نوجد ومشاركت معكم باش فطرت شاركت معكم واحد ديتوكس اللي زوين بزاف والله الا صراحه بنين اون بليس غتشوفوا كلشي في هذا الفيديو غنوضوا زعما بزاف تاع البنات اللي قالوا صافي انا غنوض صافي برافو عليكم بناتك كي كندير لكم داك اللي كندير لكم في التيتر ديك العضله بحال هكا يلا نوض قاعدي نوض يلا 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 اش كتستناي الصيف قرب يا صاحبتي المهم والله الا تقضي في الشهر اللي بقى لك دابا هذا شهر 6 وحك شي في شهر 7 الا هكا غنبدي انا اختي نهضر بحماس وتشجيع كتكمل الكاميرا المهم خويت البلاصه قلت لك نوضي اش كتستناي ما بقى لك والو نوضي فايقي من القلب غتلقاي الحوايج ديالك تلبسيهم تقدري تلبسي البوركيني ديالك راه ما بقى لك لا عمل لا والو الا بقيتي في هاد لاطاي زعما انا ما ضعفي زعما ما قلا المهم كنشجع ان شاء الله المهم انا غادي على المسار ان شاء الله ربي تبتني دعيولي بالهدايه المهم ان شاء الله يا ربي شاركت معكم قلت لكم ديتوكس هو زوين بزاف وصراحه والله حتى بنين 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 ما يعني ما فيه غير شويه نسمه ديال الحموضه فقط ابخي سينو والله الا بنين تقدر تزيد مع سكنجبير طري انا ما عنديش قلت هذاك نعرفو ادي يجيبو لي وما لقاش راه 6 كاتصوني غنمشيو دابا نوجدو العشاء ديالنا اونصامبل يعني العشاء والغداء نورمالمون الصيام المتقطع عندك جوج وجبات وجبه مع داك 11 ونص اللي تقدري تخليها حتى ل 12 وجبه مع هذيك 6 7 الماكسيموم ولا تقدري كاينين اللي كيفوتوا حتى 8 المهم انا كنفضل انني 7 نكون حبست الماكله ابري سينو كتقدري تشربي التيزان تقدري تشربي قهوه مسوسه بيان سور تقدري تشربي اتاي مسوس تقدري تشربي اللي بغيتي مي يكون مسوس والماء غير تشربي العواصر نهائيا الكوكا وداكشي نهائيا ما كاين حتى شي حاجه قلت لكم شاركت معكم داكشي والباكر راه يسني المهم مشات لي الهضره من كان بقى مشات لي سباس دروك مشات لي الهضره من الباتري كيسني انا راجعه صافي بدينا الباتري غنمشيو دابا نوجدوا الماكله اللي غناكلو قبل ما نوجد غندير لهم واحد الكيكه في الفران اللي هم الفؤاد والدراري باش يديروا بها كوتي واخا راه 6 فواد المهم واحد 40 دقيقه يكون في الدار على من هي هذيك الطيب الاخر شنو بغيتي يا واخ حتى هاد الباتري كيسني عندي مشكله في لي باتري صافي حتى باتري ما مصرجي هاي يسنا جنو طول اليوم فرماج اليوم قال لك بغا فرماج كيحمق لي على الفرماج غابي ها ماما ميرسي انا بنتي فوق ما لبست شي حاجه تقولي تدخل يا بشي غاب ولا لا كتبقى او لا لا ماما تي بيل يا اختي شكون كيشكرني من غير بنتي الله يحفظها ليا شوف شنو بغا فرماج غابي فرماج غابي واو هادي تي فو لايا نو لايا راهي ارجع لايا بات ما تخوي اتون جو تدون اتون ايوا قلت لكم ناضو ما تديوش درتكم ما كتسمعوش عطات لها جوج دانونات وبغات تزيد الثالثه حبس واخا صغير ما دانونات صغيرين مي بون بركه جوج الله يجعل بركه فاش خلينا على الهضره فاش نوجدو قلت لك نوجد لهم واحد الكيكه وفات باقي واحد 40 دقيقه غير واحد الكيكه هكا صغيره اللي يديروها في الكوتي واخا هما كتبوا دانون في الكوتي ما بغاوش ياكلوا شي حاجه اخرى شكرا بزاف على لي ميساج ديالكم شكرا بزاف على المساعده ديالكم على النصائح ديالكم قريت لي كومونتير ديالكم كاملين بارك الله فيكم شكرا وبزاف اللي نصحوني بهذا اللي راه عندي بعدا انا نوريكم هذا حشاكم اعزكم الله هذا الجلاس نتاع الوليدات هذا كتجلس كيجلسوا بحال هكا على حسب الطواليت نتاع ولادي اللي قالوا لي بزاف عطوني النصائح كيطلعوا هنا جوج درجات وهذا كديريه على الطواليت باش هكا كيديروا في الطواليت نتاع الكبار اي فريمون فريمون براتيك زوين خديتهم من شي ان كيتطوا بحال هكا وكتخليه على في جنب نتاع الحمام البنات اللي بغاو يبداو لوليداتهم ها هما راه هادو زوينين كيطلعوا هنا الدرجات وكيجلسوا باش هكا ما تبقاي ديري هذاك التريك داك ديك الباسينه ولا داك اللعيبه فاش غيدير يعني بورتو في الدار انا قلت سيميو نعلمهم ان داكشي كيدار في الحمام يعني ما بقاش نحط هنا وهنا وهنا خفتي يتعلموا ديك الطبيعه عاوتاه خصهم يبقاو يديروا هنا وهنا ويديروا في البيت ولا يكون ضياف ولا ما تحسيش المهم هاد النهار الحمد لله دارها لي مره فوق ليا في الصاله اونكو مي دار النص
وجا عندي قال لي راه بغيت ندير يعني حتى دارها جا عندي بغيت ندير. المهم ماشي مشكل مشي ديتو كنجري ودار شي شويه على اساس زعما انه غي فلتت له. مي دابا كل دقيقه كنقول لهم بغيتو تمشيو للطواليت بغيتو تمشيو للطواليت بغيتو تمشيو للطواليت واخا ما كيكونش فيهم شي خطرات كيقولوا واه بدنا الباتري. قلت لكم الحمد لله هذا النهار صافا صافا ميو على البارح تالمون كان جات لي واحد الفكره قلت غنبدي مع ليان هذا النهار باش نمشي للطواليت. البنات اللي ما غيفهموش يمكن على حساب الفيديو اللي فات كنا كنهضروا على كيفاش تخلي ولدك يمشي للطواليت حيت انا ولادي دابا داروا 3 سنين في شهر 5 وغيدخلوا ليكول ان شاء الله وخاصهم اوبليجي يكونوا بروبر باش يقدروا يقبلوهم في ليكول. هذا اول سؤال كيسول لك واش راهم بروبر. بالنسبه للبنات اللي راهم كيسولوني على لا فيزيت نتاع ليكول مازال ما درناهاش ان شاء الله. نورمالمون في هذا الشهر ان شاء الله غنديروا لا فيزيت وغنقول لكم كيفاش فات لا فيديو لا فيزيت واش مو قالوا واش مو كذا واش مو كذا. ورا هذا راه زوين بزاف البنات اللي راه بغات تعلم وليداتها يدخلوا للحمام خذوه من شي ان. راه دابا باغتو في اليكسبريس في كاع لي سيت بتاتك تلقاوه حتى عند المحلات ما عرفت ما عمرني ما شفتو في المحلات مي بون بتاتك تقدر تلقاوه. يلا زيدو قدامنا نوجدو الكيكه ليهم باش ما يمشيوش باش ما يمشيوش غالطين. انا فريمون شوفو نقدروا نديرو دي هكا دي كيكه بالبنان واللوز والخبز والخبز الدقيق الكامل بالنخاله وداكشي مي باغي نيفيتي اون فيت. دابا تزير عليا الوقت على حسب الصيف وما غير نقص الماكسيموم واخا شي خطرات كتنقصي مثلا كيلو ولا زوج في يومين ثلاث ايام خطره وحده كتبقى عندك كيحبس الوزن يومين ثلاث ايام ما كطيحي حتى شي حاجه. ناري بقيت عاود كنقول ناري راه كندير ريجيم علاش ما كنطيحش غير البارح بلتها الفؤاد. هذه شي ثلاث ايام مشيت على الريتم اللي كنت درت السيمانه اللي فاتت وفريمون ما طيحت شي حاجه بزاف وراني غاديه في نفس الريتم وبقيت كنقرا قبيله وداكشي كيقول لك احتباس للسوائل يمكن ما كتشربيش الماء بزاف يمكن بزاف الحاجات وهذاك الشيء عادي يعني اصلا باش تضعفي كتبقاي تطلعي وتهبطي تطلعي تهبطي تطلعي تهبطي تطلعي تهبطي حتى كتهبطي حتى الجسم ديالك كيتولف. ديكم من دير لكم بحال هكا ما تخافوش انا راني مكمله واخا ما غي ما كاينش زعما ما شفتش نتيجه كبيره كيف ما في الاول ولكن راني غاديه باش هكايا نعطي المخ ديالي والجسد ديالي انني عاد في فتره ريجيم وما زعما باش هكايا هو يخدم معايا حتى المخ ديالك والجسم ديالك راه كيتلاعب معاك حيت كديريه وكتحبسيه كديريه وكتحبسيه كيبقاو يقولوا حتى هما راه غديروا غتحبسوا يعني ما غتكملش على داكشي كيبقاو يديروا لك داك الوزن الثابت ما طلعش حتى شي حاجه وكملوا. يلا نوجدوا كثرت شي الهضره ياك ولكن هذا النهار فما مش حشرت شرب تقريبا 3 لتر نتاع الماء مازال ما كملش النهار. شربوا الماء شربوا الماء شربوا الماء. يلا زيدوا قدامي نرد لهم الكيكه ديالهم في ساعه طيب عاد ندير ليا ما ناكل. صباح الخير صباح النور. صباح نتاع ديتوكس ولا صباح على ديتوكس دايره فيه جوج روديات صغيورين تفاحه كما كتشوفوا عندي هنايا حامضه وليمونه هنا وغنزيد عليهم الماء نزيد عليهم واحد ليطر الماء نطحنهم مزيان هما اللي غنشرب هذا النهار كامل. كاس دابا من قبل ما نفطر كاس كنشربو انا مع الغدا ولكن تقدروا تشربوه قبل الغدا وكاس في العشيه. شفتو هاد الصيام متقطع باش صايب كل واحد اش كياكل صراحه هاد النهار تلفت ما عرفت فريمون شنو ندير صافي درت شي كفته حرور مشكل الوان مطيشه غنزيد لهم البيض هذا ماشي ليا هذا الغدا لفؤاد والدراري انا ما عنديش هاد الشيء هكايا تقدري حيت ما فريمون ما كثرتش الزيت حتى فؤاد كيدير شويه فيها طونسيون ديكو ما كنكثرلوش الزيت غنزيد عليهم واحد ثلاثه البيضات صافي ها هو غدا هو مواجد وانا مازال ما فطرت خباركم راه دابا 12 ايوا صافي البنات الغدا ديال فؤاد والدراري ها هو واجد حتى يجي سخنت لهم الخبز وانا صراحه عجبني داك الديتوكس نتاع قبيله جا واعر صراحه فيه شويه نتاع السيترون يعني ما كيجي مر شويه بن صافي درت هنايا فرماج كما العاده مع بيض مسلوق بلا ملح بلا والو كان بان لكم قد كتبانوا لي نديروا هذا باش تبانوا عاليين مزيان الي انا خذو هذا ناخذو الطراب الطراب فريمون ملي كديروه كتجي الكيكه فريمون زوينه كتجي مفشوشه وعاليه وبنينه كليتها ولدي بزاف فرماج. عندي ثلاثة البيضات بسم الله
بسم الله. Oui maman. On regarde maman va faire gâteau au chocolat, gâteau anniversaire, ok? Tu veux gâteau anniversaire? Ok. هنا ثلاثه البيضات غنخلطهم مزيان. هنايا هاد الكاس انتما ما عامرش غير هكا يقولوا قد هنايا نتاع السكر حيت غندير الشوكولا وغندير حتى شويه د الزبيب وغندير كاس ما عامرش عاوتاني نتاع الزيت فوالا ما عامرش هو حتى لهنايا ونخلط زيت هذا ياوغت ناتشور كنت باغيه ندير الحامض من غادي ندير الشيكولا الشيكولا صراحه ما كتواتش بزاف مع الحامض داكشي غنديرو بوحدو ما نديرش نتاع دانون تاع الحامض لو كنت غندير لها بيضه غير باللوغو نتاع السيترون صراحه كتعجبني هذيك تاع السيترون دفاسون تاع السيترون الشوكولا ما غناكلوه متفقين البنات ياكم متفاهمين ها هذه هي هذه اللي يقولوا لها زرب تعطل هي زعما زرب انا بديت نديرها وسمعتها ماما طواليت حيت كنت جالسه في الكرسي هو كان مزيان مزيان سا كومونس بيان الحمد لله ايه قبيله كنت بغيت نقول لكم كنت جاتني واحد الفكره قلت انني غنبدي غير الايام ونخلي ليام حتى تلاين تولف لي سي بون ماما وي تواليت برافو ليلي تري بيان برافو الي باتيتي ماما دير كاطو باتيتي برافو ليلي ماما كاطو وي وي كاطو دي بيتا روز وي اوكي روز سي نايس ني ديال روز دابا اوكي عندي هنا شويه زبيب باش تطبطو في الماء وي ما غاديش نخلي بنادم نهضروا داكو اوكي اوكي جاتو سبايدر مان اوكي عندي هنا الشوكولا نوار غندير واحد شويه يمكن نخليه غير بيض وندير فيه لي بيبيت مع الاخر بلا ما ندير له الشوكولا نوار يجي بزاف ميد مياكو خليه غير هكا المهم درت شي بيبيت وشوكولا زبيب وغنزيد الدقيق شويه بشويه قلت لكم بغيت نبدي اللايان اللي شفتها كتجاوب معايا في الساعه حتى نكمل معاها ونعرفها هي 100% راه صافي تعلمات عاد نبدي مع ليام حيت بزاف تاع البنات قالوا لي عندك الماكسيموم 15 يوم ماكسيموم زعما كيتعلموا 15 يوم صايي هذاك الشيء قلت يمكن ندير 15 يوم لليان و 15 يوم ليام دوسمون كاسكيا مالك انت فاتيكي مالك ايوا واش بان لكم في هذه الفكره اللي فكرت فيها ابخي عاود هذا النهار مشيتو تجاوب معايا قلت اللهم نكمل الحريره تبقى وحده واخا هي صعيبه صراحه مي نكملها زعما ونتهنى ما عرفت نعامه حبيبه برافو العيال أونكوغ أون فوا هاي هو يبان لي عجبك هاد التواليت يبان لي نزيد شوية دقيق انت
هنا خرج واحد المرسو صغير تاع كشتة، هانتوما درتلوش راه تريضش كيجبر البزار مليحة، ما واحد المرسو صغير شوي. المهم نديرو العطرية اللي بغيتو، نديرو التومة و لي زاك كيعجبوني، و شلط معاه واحد نص نتاع بصلة، واحد نص نخليه لا سلاط، واحد نص درتو هنايا، و نحرك هادشي مزيان و غادي نديرو في الاير فراي بلا زيت بلا والو. عاونتني بزاف صراحه. فوالا هنا هذيك الكفته نديرها كيف ما بغيتو، هكا الكويرات الكويرات اللي عجبني نديرها بحال هكا. الله الرجال حتى كتبغي دير ريجيم عاد كيبان لهم يجيبوا الشوكولا ويجيبوا بان شوكولا ويجيبوا، تبغي دير ريجيم مع عاد كتحلى لهم هما يجيبوك باش يغددوك مزيان. الرطو هذا يطيب شوي اب كفيتات هكايا. بون غندوق الكفيته. شمنات جبت تكون طيبه. ايوا ها هو لقيتو يا اختي كيجا اللي كيحمق فاش فاش هانتوما. غنزيد فوقو هذا دانيت من الفوق، خليه هو كرا سخون، خليه ولا نزيدو عليه دابا باش تشربو ياكو. غنزيدو عليه دابا محدو هذا سخون والاخر بعد ما سخفو. ما كليتهاش في قطرين، كتقسي كتنوضي كتقسي كتنوضي. ماما تواليت، ماما سا، ماما بدلي، ماما ديري تقش على خاطرك. ندير هكا باش ندردهم باش راهم مورايا كيلعبو. بسم الله الكاطو. قلت لكم عندي واحد دانيت، قلت لكم عندي واحد دانيت غادي نزيدو فوقهم، فانتوما كاينش فوق هذيك الكبيله دوك غنحطو لهم بحال هكاك. جا زوين واخا هكاك فش فش. ناكلو نعاود نتلاقا معاكم، تسمعو غير بالقوات نتاع ولادي. قلت لكم راه عندي دانيت غنزيدو فوقها، لقيت فوق هاد كلاه
ايوا وشريتها شي بالشوكولا بيضاء، ها هي دي دايبه شفتو كتلصق، درتها في فوق الفرن، في الفران رجعتها زعما باش ذوب عليها هاد الشوكولا بيضاء. هانتوما دابا عاد كتفتت. بوما علينا، غندير الدراري شي مصوات هكا باش يبردوا لهم، حيت نقول لهم كيستناوها. معلكة مالا معلكة. اللي عنده 3 دراري 4 دراري 5 دراري ها تحية من عندي انا صايي ما قدرتش. واو تبارك الله ما شاء الله في هاد اللاج كيتحركوا بزاف 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 بزاف. بون صايي غنختم لكم فيديو هنايا، غنرتاح شويه صراحه عييت. اي ابري لو سوار ان شاء الله ندير الرياضه. شوفوا جوج قراعين الماء قدامي، وحده كملتها وحده شربت منها شويه. شربوا الماء. الفطور ديالي البيض مع فرماج ناتشور او توست، درت بوعويده شي الاخضر، وهنا راه شربت الماء والسيترون دافي قبيله شويه. دابا عاد نفطر واحد 30 مينوت بحال هكاك. يلا البنات نتوما فطرتوا ولا مازال؟ باش فطرتوا بقاو تعطوني حتى نتوما اللي زيدي. ايوا البنات هنايا كجلسه كنوجد الغداء اللي غناكل، ما تشرها ليا والدراري نتاعي ناكلهم دابا وانايا وبلاتي ناكل. غير بغيت نبقى نشارك معكم هكا وصفات بحال دابا هادي. حكيت جوج بطاطات موين وجوج خيزوات هما موين، عندي كفته وحكيت معهم بصله وكيشتو د الخبز. حكيت معهم بصله، درت لهم العطريه المليحه الكامون البزار سكينجبير. عندكم بيضه ديروا بيضه، انا مابقاليش البيض صافي هلكتو في الفطور مابقاليش عندي خصني نمشي نشري. فوالا صافي ندخلهم دابا للفران، درتهم بحال دي غاليت بحال هكايا انتما كتشوفوا. صافي ندخلهم للفران يتحمروا، وهذا نرفقهم مع ان سالاد فيها البروتين، فيها الخضر ها الزروديه البطاطا، البروتين تاع البطاطا، البروتين تاع الكفته. والكفته حقا فيها مكفيته. فوالا مره مره غنبقى نشارك معكم كل من وجد وجيبه هكا اللي غناكل غنوجدها معكم. البارح كما شفتوا راه صورت معكم. ايوا صافي بالصحه والراحه. ها هما البنات هادو نتاع ولادي، ها نتوما عطيت لهم وحده وحده هنا فرشت ديال قلت لهم وحده وحده. وهنايا ذقت بحال هادشي نورمالمون ما خصنيش ناكل دابا، من بغيت غندوق كي جا واعر. دابا انا ما غاديش ناكل دابا حتى لسته سته 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 ونص بحال هكاك، غنصبر راه عاد دابا تلاته ونص باقي لي واحد جوج سوايع ولا عاد نقدر ناكل. هنا عطيت لولادي كيحمقوا، جربوها مع البنات قلت فيهم الزيت فغيمون نقطه فغيمون غير رشيتهم، تقدروا ما ديروش فغيمون غير نقطه، غير قلت زعما راني درت الزيت غير نقطه. ولادي درت لهم فرماج، انا نتاوعي ما غاديش ندير الفرماج، انا نقول غير جوج ولا ثلاثه مي بورا ما فيهمش بزاف فغيمون، راه غير صغيورين فيهم خضيره وكفيته بلا ليدام بلا والو، مهم واعرين. جربوهم للريجيم، عندكم قريعه حكوا حتى القرعه، انا ما عنديش. ايوا هنايا البنات غديوتي دابا، هنا البنات غديوه ديالي دابا هذه الساعه كما كتشوفوا 86 دقيقه غناكل وصافي ما كاينش العشاء. هذا هو هكا السيستم الحمد لله، كنشوف نتائج. انا غنبقى نحاول نصور لكم بحال هكايا باش نعطيكم لونفي باش تنوضوا ديروه حتى نتوما. هاد الصيام متقطع والله الا سمخش تخي بيان مع شويه نتاع السبور وداكشي الحمد لله. المهم السلطه درت الخيار مطيشه وسلطه، صح كنت باغي نزيد بصيله مي زي ما زدتش بصيله، عصرت عليهم الحامض كيف ما كتشوفوا راه كاين كاع داك العقد الحامض هذا طاح لي هنايا، عصرت عليهم غير الحامض ونقطه الزيت نقطه فيها نقطه غير نقطه غير زعما راني درت زيت نقطه ومليحه صافي. وهنايا هاد لي غاليت راكم شفتوهم قبيله، قلت لكم شنو درت فيهم سامبل مي واش نقول لكم بنان، راه وريتكم قبيله ضقت داك نتفتح واحد النتيفه واعرين بنانين بزاف بزاف. وهنا الشاي ديالي الاخضر راه عاد كيطلق. فوالا بصحة وراحة.